للتاريخ يا منتخب موريتانيا، للتاريخ منتخب موريتانيا يسجل التاريخ في بطولة أمم أفريقيا 2023 وخروج مهين لمنتخب الجزائر. منتخب الجزائر يودع أمم أفريقيا 2023 بعد مباراة جنونية ماراثونية لا أحد كان أن يتوقع أن منتخب موريتانيا يفجر المفاجأة ويطيح بمنتخب الجزائر خارج بطولة أمم أفريقيا 2023 من دور المجموعات. منتخب موريتانيا تاني المنتخبات العربية المتأهلة إلى دور الـ16 بعد تأهل منتخب مصر بالأمس على حساب منتخب غانا ومنتخب موزمبيق مع منتخب الرأس الأخضر، واليوم أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا يتأهلوا. ولكن منتخب الجزائر يودع أمم أفريقيا. منتخب الجزائر في الماضي وجمال بالماضي أصبح ماضي لجميع جماهير منتخب الجزائر، ولا بد أن يقال الآن قبل دقائق، الآن يقال جمال بالماضي وهو في كوت ديفوار، يقال لعودة يعني لعودة الكرامة لجماهير منتخب الجزائر بعد البطولة الماضية. خرجوا برضو من المجموعات والسنة دي بيخرجوا من المجموعات، فماذا يتبقى يا جمال بالماضي بعد مباراة سيئة، مباراة لا يوجد فيها أي تكتيك، مباراة لا يوجد فيها أي فنيات، مباراة قدمها لاعب الجزائر باللي عندهم من غير مدير فني ممكن نقول. فخلينا نبدا الفيديو بتاعنا ونبدا الحفله بتاعتنا والحلقه بتاعتنا، ولكن قبل ما نبدا خليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي. عايزين نوصل ل 3000 مشترك، فيلا بينا نوصل ل 3000 مشترك، فحط لايك الفيديو وسبسكرايب القناه، ويلا بينا على التاهل تاريخي لموريتانيا وخروج فظيع ومهين لمنتخب الجزائر. خليني اقول لك عزيزي المشاهد عزيزي المتابع، زي ما قلت لك في المقدمه ان منتخب الجزائر ما لعبش كره بجنيه. منتخب الجزائر النهارده كل الهجمات اللي راح بيها هم هجمتين او ثلاثه يعتبروا اهداف، وشالها حارس موريتانيا، الحارس اللي وقف قدام اهداف منتخب الجزائر المحققه، وهم ثلاث اهداف راسيه من منطقه الجزاء وتسديده من منطقه الجزاء وتسديده اخرى من منطقه الجزاء. ولكن في المقابل منتخب موريتانيا لعب بذكاء، منتخب موريتانيا لعب على حدود امكانياته قدام منتخب بلا هوية، قدام منتخب بلا تكتيك، قدام منتخب بلا فنيات. وحديث على المنتخب الجزائري بقيادة جمال بالماضي اللي لازم يصبح ماضي، حتى يعني الآن مفروض يقال من تدريب منتخب الجزائر خرجه من بطولتين متتاليتين، عمل إنجاز وحيد وهو إنجاز 2019 لم يتأهل إلى كأس العالم 2022. فماذا يتبقى لجمال بالماضي حتى أن يصبح ماضي؟ فخلينا في المباراة. مباراة النهاردة منتخب الجزائر بدون أي تكتيك، منتخب الجزائر النهاردة ما لعبش كورة، منتخب الجزائر النهاردة كان بيلعب ببعض من الروح اللاعبين. ولكن في بداية المباراة في الشوط الأول من مباراة منتخب الجزائر وموريتانيا، لاعب الجزائر كانوا خايفين، متوترين، مش واقفين على أعصابهم، مش واقفين صح في الملعب، مش متوزعين صح في الملعب، خايفين. كل لاعب بيجيله كرة بتحس إن رجله مليانة رمل، مش إجهاد، العيال خايفة، اللعيبة النهاردة خايفة، اللعيبة النهاردة متوترة قوي قوي قوي، زي ما تحس كده ان هي نازلة الماتش النهاردة خسرانة نسبيا، خسرانة في اوضة اللبس. ده مش منتخب الجزائر، دي مش لعيبة الجزائر، ده مش من اقوى المنتخبات العربية، ده مش المنتخب اللي كان ممكن يكون مرشح لمنتخب في البطولة. عملنا حلقة توقعات وقلنا الجزائر لما بيبقى متشال من عليهم الاسبوت ما بقوش متوقعين ممكن يكون حصان اسود وياخدوا البطولة السنة دي. ولكن جبال من الماضي قدم بطولة سيئة، قدم ثلاث مباريات سيئة، ثلاث مباريات ما فهمش جملة فنية، ثلاث ماتشات لمنتخب الجزائر ما فهمش جملة فنية، زي مصر بالظبط ما فهمش جمل فنيه. ولكن بدعاء الوالدين وبدعاء احنا المصريين منتخب مصر يتاهل امبارح. النهارده الجزائر ايه رايك في جماهير الجزائر وهي قاعده في المدرجات بتعيط وملايين الجزائريين ورا الشاشات بيعيطوا؟ ايه رايكم انتوا كلاعيبه وكمدير فني؟ انت من اول ماتش شايف ان المدير الفني ما بيعملش اي حاجه؟ العبوا انتوا بروحكم، العبوا انتوا برجولتكم. منتخب الجزائر بيودع امم افريقيا من دور المجموعات لتاني مره على التوالي. يا راجل عيب، يا راجل يا راجل، ده انا بقول منتخب الجزائر عيب، والله والله عيب. جيل ما عملش اي حاجه غير بطوله امم افريقيا 2019، ما عملش حاجه تانية، ما عملش حاجه تانية، ما عملش حاجه تانية. جمال بالماضي خلى يعني منتخب الجزائر سيء 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 قوي، ومعاك لعيبه تقدر تبني عليها تكتيك وفنيات، بس انت اللي ما عندكش تكتيك، انت اللي ما عندكش فنيات. جمال بالماضي مش قادر يضيف حاجه جديده لمنتخب الجزائر، مش قادر، مش عارف يضيف، مش عارف، ما عندوش حاجة جديدة يضيفها لمنتخب الجزائر. كان لازم قبل البطولة دي يتغير، كان لازم تدخل البطولة دي بمدير فني جديد،
بدماغ جديده، بفكر فني جديد. انت ما عملتش كده، تستحمل اللي حصل النهارده، تستحمل خروج مهين من افريقيا بنقطتين، بتعادلين، تعادل اول وتعادل تاني، والتعادلين ايه؟ من غير جمله فنيه، من غير جمله فنيه. منتخب الجزائر بتعادلين وخساره بيودع افريقيا. خلينا نشيد شويه، خلينا نشيد شويه بمنتخب موريتانيا، خلينا نشيد بالمنتخب المرابطون، المنتخب اللي عنده رجاله لعبت النهارده في ارض الملعب، الرجاله اللي لعبت على اخطاء دفاع منتخب الجزائر، الرجاله اللي استغلت منتخب الجزائر ان هي تصعد وتعملهم حطه عشان يوصلوا لدور ال 16 في تاهل تاريخي، تاهل تاريخي. المنتخب موريتانيا بيتاهل الى دور ال 16 من افريقيا 2023، ولاول مره في تاريخه يتاهل من دور المجموعات. منتخب موريتانيا يعني اللي مفرح الواحد واللي مش مخلي الواحد حزين ان هو منتخب عربي. ايوه كده، الحمد لله ان هي جت من منتخب عربي. انا كمصري بقول لك الحمد لله ان هي جت من منتخب عربي، عشان احنا كمصريين كمغربيين كتوانسه ما نزعلش قوي، ولكن الزعل هيجي على المنتخب الجزائر والفرح هيجي لمنتخب موريتانيا. منتخب موريتانيا النهارده قدم اداء رائع في ارض الملعب، قتال قتال، تكتل دفاعي رجاله، يعني المدير الفني موقف اللعيبه في الدفاع، موقفهم صح، مخلي كل لاعب عارف هو هيعمل ايه، مخلي اللعيبه واقفه صح، واقفه وعارفه ايه اللي عندها وايه اللي ليها وايه اللي عليها، وعارفه ان الهدف في مرمى الجزائر والحفاظ على الهدف بمثابه انجاز تاريخي. بالفعل منتخب موريتانيا بيعمل انجاز تاريخي وبيتاهل الى دور ال 16. الى دور ال 16 يا موريتانيا، الى دور ال 16 يا مرابطون، الى دور ال 16 وانجاز تاريخي، الى دور ال 16 ووداع مهين لمنتخب الجزائر، وداع ما كانش حد يتوقعه، ولكن مع العرب، مع اللعيبه العربيه، اللعيبه اللي عندها حم ودمويه عربيه. خلينا اقول لك ان ماتش انجولا الماتش اللي فات، لموريتانيا ضد انجولا الماتش اللي فات كان هو محطه الماتش ده، كان هو محطه الماتش ده. موريتانيا الماتش اللي فات عمل كل حاجه في المباراه، عمل كل حاجه، ولكن كان ينقصها شويه اللي هو الدفاع شويه، يعني دافع شويه كان ده ناقصها الماتش اللي فات، كان ده ناقصها في رجوله في الدفاع شويه. شفناه النهارده، المدير الفني صلح اللي عنده ولعب بيه النهارده صح، وكسب النهارده وتأهل النهارده في انجاز تاريخي المنتخب موريتانيا. هارد لك لجميع مشجعي منتخب الجزائر، هارد لك لجميع مشجعي منتخب الجزائر، هارد لك لجميع مشجعي العرب، هارد لك لجميع مشجعي الجزائر. جمال بالماضي لازم ان يصبح ماضي. مبروك لجماهير موريتانيا، مبروك للعرب، مبروك لعرب موريتانيا، مبروك منتخب موريتانيا، مبروك رجاله موريتانيا، مبروك منتخب موريتانيا. عزيزي المشاهد، عزيزي المتابع، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ودي كانت الحلقه التاريخيه مع تاهل تاريخي لمنتخب موريتانيا. فاوعى تخرج ملعب، خليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي. حط لايك للفيديو وسبسكرايب القناة. دمتم في امان الله.